برجاكي تلبي طلب بنتك وما تعملي فيني هيك بترجاكي. بنتي لازم تخلي ريشي يتزوجني بأي طريقة كانت، ما بعرف، زوجيني ريشي ولا تخليه يتزوج لأكشمي. لا تقلق ولا تزعل، هاي الحياة، فكر بمصلحتك، ما ضروري إنه الكل يكونوا مبسوطين بقرار بخصك، بس الشيء الضروري إنكم تتزوجوا. ريشي لا تتراجع عن القرار اللي أخدته، تزوجوا لو شو ما صار. أنا كيف بدي أتزوج بلا أمي؟ قلي أيوش، ما بعرف إذا هذا الشيء صح. ليكي أمي، أنا خايفة إني بطل أحترمك بعد اليوم وبطل أعطي قيمة لكلامك. بلشكا بكفي، ما بيصير تحكي هيك مع نيلام. شوفي نيلام عملت كل جهدها وانت بتعرفي هذا الشيء منيح. مليشكا شو الفايدة من الجهود اللي انعملت عمتي إذا ما جابت أي نتيجة؟ إذا خطتها كانت تفشل بكل مرة معناتها شو الفايدة من هاي الجهود كلها؟ يعني ما بيهم وما ضل مجال للخطط لشيء، نحن لازم نتصرف بسرعة. واجبك إنك تزوجيني ريشي بأي طريقة كانت، ما بعرف كيف تزوجيني ريشي وخلصيني بقى. أنا كان بدي أدخل عروس على هذا البيت مثل ما وعدتيني من قبل، يا أنت بتدخليني عروس عليه يا أما بدخله بجنازتي. الحل هلأ يا أمي بين إيديك. بس لاكشمي شو صاير؟ ليش زعلانة؟ اللي كنت خايفة منه صار. أمه لريشي والعمة كريشما لساتهم لهلأ زعلانين من ريشي، وأنا ما بظن العلاقة بين ريشي وأمه رح تتحسن بعد هلأ. هن بعدوا عن بعض بسببي. ليش لتكوني السبب أختي؟ أنتي ما عملتي شي أبداً، لهيك ما بقى تلومي حالك. أنتي ما كان بدك ريشي وأمه يبعدوا عن بعضهم مزبوط؟ كل اللي صار بس بسبب الظروف. ومين المسؤول عن كل هالمشاكل؟ أمه لريشي هي السبب، هي جبرت ريشي إنه يختار بين أمه وبين الإنسانة يلي بيحبها من قلبه. شو كان المفروض يعمل غير هيك؟ ما حق، هي ضغطت كتير على ريشي أختي. كلنا بنعرف إنه ريشي بيحبه وبيحب الخالة نيلام كمان، كان بده ياكن أنتوا الاثنين تكونوا بحياته، ولهيك هو ما كان بده يتخلى عن حدا، بس الظروف كانت صعبة. هي حطت شرط قدامه لريشي إنه يختار واحدة منكم بس، هو اختارك لإلي. ريشي بهاي الحالة مانو غلطان، وإنتي كمان مانك غلطانة. كل شي رح يكون منيح، لا تضلي زعلانة طول الوقت، ماشي؟ ريشي بيكون ابنه، هي اللي حملته ببطنه. ريشي قطعة من روحة وما فيها تعيش بلا. تعرفوا قدي الأم بتحلم تحضر عرس ابنها وتفرح فيه؟ إذا اليوم ما حضرت عرس ريشي كيف رح تحس؟ ما بعتقد إنه صح نعمل العرس بدونه. نيلام سمعتي اللي قالته مليشكا؟ بس شو المفروض إنها تعمل من سنين وهي عم تحلم إنها تتزوج من ريشي؟ وهلأ صار هالحلم هو حياتها وطلعت عايشة كرمال ريشي، وابنك ريشي رح يتزوج غير اليوم. عن جد يا حرام، شو مشان هالمسكينة؟ قالت رح تحكي لك كل مشاكلها إلك أنت، وحتصير تطلب الشي اللي بتحتاجه منك أنت، والشغلات اللي متعبتها، وحتى كل طلباتها. بس نيلام، إذا ريشي ولاكشمي تزوجوا عن جد، كل شي رح ينتهي عند مليشكا، ولسه نحنا شو كل هالزل؟ رح يكون الموضوع كتير زل بحقنا، لأنه البنت اللي كنا بدنا نقلعها من البيت اليوم رح تصير كنتنا بالغصب. ما في شيء أسوأ من هيك شعور إلنا نيلام. أنا بعرف هالشي، لكن لو سمحتي أعملي شيء، لأنه ما ضل عنا وقت كتير، الوقت بلش يخلص، صرفي. فير ما بتتخيل شعوري مع أحلاه، مستحيل يكون حدا مبسوط أكتر مني، وأخيراً اللي بتمناه تحققه ورح يصير مثل ما بدي. خلاص ريشي ولاكشمي رح يتزوجوا، بس مع هيك بين إنه الفرحة مو مكتملة. نيلام لساتها متضايقة وزعلانة من ابنها، بيني مو طبيعية. أنا برأيي يا أمي إنه صعب يكون في حدا ما بيحب لاكشمي، وما حدا فينا مانو منتبه أو حاسس بأنه نيلام تعباني شوي. مزبوط، صدقني ما بعرف شو رح أعمل بهيك حالي يا فير. أنا رح حاول أقنعه،
ولازم تقتنع بحكي. مليشكا، لو سمحتي لا تنزعجي كتير. أنا فهمانة اللي عم تمري فيه وحاسة فيكي، مو بس أنا، الكل بيعرف قدي بتحبي ريشي أنتي. إذا الكل بيعرف مشاعري، ليش ريشي ما عم يفهم؟ طيب ليش ما فهم وحس فيني وقدر قديش أنا بحبه؟ ليش عم بيعمل فيني هيك؟ هو ليش رايح يتزوج لاكشمي بالوقت اللي كنا عم نخطط فيه أنا وياه أنه نتزوج؟ مو هو اللي قال لي أنه رح يتزوجني؟ تتذكري لما عطاني الأمل بأنه رح يتزوجني بعد ما يطلقها؟ بعدها كنت متأكدة أنه أنا وريشي رح نتزوج شو ما صار، المهم أنه نصير مع بعض ونعيش حياتنا سوا. بس شوفي شو صار، انعكس كل شيء وصار بده يتزوج لاكشمي، هديك السخيفة لاكشمي. بتمنىها تموت السخيفة هاي. لاكشمي أخذت كل شيء وعيشتني بتعاسة، أخذت حياتي وأخذت حبي وأخذت ريشي، كل شيء، أخذت كل شيء مني، كل شيء، ما تركت لي شيء. مليشكا، بترجاكي لا تفكري هيك، كل شيء رح يكون منيح، خلي عندك أمل لسه. خالي لازم تحكي معه مشان تقتنع، ما عنا خيار تاني. حكيت مع ريشي وقال لي إنه هالعرس ما رح يصير إذا ما حضرت. لاكشمي رد. إيه لاكشمي، كيفك؟ بابا رح تجي تحضر العرس؟ ومن دون نقاش بابا رح أجي. إيه؟ ليش ما بدي أحضر العرس مثلا؟ أكيد رح أحضر عرسكم. والخالة نيلام رح تحضر؟ أنت لا تشغلي بالك بهالشي بابا، أنا أكيد بخليها تجي كمان. لازم تعملي المراسم الخاصة فيني. إيه أكيد، هذا حقك وواجبي. أنا رح أعمل لك كل شي علي. صدقني أنا ما كان بدي أتدخل بين الأم وابنه. اسمعي بنتي، انت لا تحكي ولا تفكري بهالقصة ابدا. انت رح تتزوجي ولازم تنبسطي يا بنتي. ليكي، يكون بعلمك انك عم تتزوجي من رجال بحبك اكثر من حاله، وبعرف كمان انك انت بتحبيه. وما في عندك فكرة قديش نحن بنتمنى لكم السعادة بهاليوم هذا. زواجكم فرحنا وهو امنيتنا الوحيدة بهالحياة. بس ممكن بدون كل كبار العائلة؟ ايه اكيد، مثل ما بدك، رح نحضر العرس اكيد ورح نبارك لكم. انتوا اطمنوا، نحن بجنبكم على طول. كتير متوترة. بجوز هي خايفة إنه ما نجي نحضر، وحاسة بالذنب بسبب الشيء اللي صار بين نيلام وريشي، صح؟ خلص، أنا رح أحكي مع نيلام، رح أحكي معه وأقنعه بقى، وخليها تبارك لهم بهالزواج. سمعتوا؟ شفتوا كيف؟ أنا ما كنت حابب أحكي لكم، بس خايف يلغوا العرس، لأنه هن الاثنين حاسين إنهم غلطانين، لهيك بيعملوها؟ إيه؟ ايه ممكن يعملوا هيك شيء لانهم بيحبوا هالعيلة كتير وما بتهون عليهم ابدا، وهن الاثنين بيقدروا يضحوا بحبهم كرمال عيلتهم تكون مبسوطه ومرتاحة.